المعراج. تلك الرحلة العظيمة التي أكرم بها رب البرية سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختصه من بين المرسلين بها، فهي كرامة لم ينلها أحد قبله ولن ينالها أحد بعده، وقد امتن الله تعالى عليه فيها فقال: لنريه من آياتنا، فأراه من الآيات البينات الشيء الكثير. وقد ذكرت البارحة طرفا كبيرا أو أكثر ما يتعلق بالآيات البينات التي رآها في رحلة الإسراء، وقد قلت إن أهل العلم قد اختلفوا هل هذه الآيات التي سقتها البارحة من أنه رأى المعذبين في عذابهم في كثير من أصناف المعاصي التي يرتكبونها، هل رأى هذه في رحلة الإسراء أم في المعراج؟ وقلنا إن الأرجح أنه رآها في رحلة الإسراء. أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، فلما وصل إلى بيت المقدس هبط به جبريل عليه السلام ونزلوا، فلما وصلوا إلى باب بيت المقدس ربط جبريل البراق بحلقة الباب، حلقة للباب ربط البراق بها. هذه القصة أو هذه الزاوية بالضبط أنكرها صحابي جليل هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال: ربط البراق وقد سخره له عالم السماوات والأرض. استغرب لماذا؟ أنه هيك في الأصل هي معجزة والأمر عظيم، فما حاجة ربط البراق وهو على شكل دابة يعني سيهرب كباقي الدواب؟ استغرب سيدنا حذيفة ابن اليمان صحابي من هذا الكلام وأنكره. أنكره لما؟ لأن الظاهر أنها معجزة ولا تحتاج إلى ذلك، ولكن الحقيقة أنه قد ربطه كما أثبته من روايتهم عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية ثابتة صحيحة. قال: فما الإجابة على فكرة سيدنا حذيفة أنه ما راح يهرب البراق؟ فليش ربطه؟ ربطه ليعلمنا اتخاذ الأسباب حتى في أحيان المعجزات وأوقات التجليات ينبغي ألا تستغني عن الأسباب، فالله سخرها لك، الله تعالى سخر الأسباب. بمعنى أنام وأقول سيأتيني الرزق، لا أذهب إلى العمل وأقول سيأتيني الرزق، فهذا تقصير. أبذل جهدي ثم أقول الرزق على الله، فغيري قد يبذل جهده ولا يرزق، بالعكس يخسر. فإذا أبذل جهدي وأتوكل على الله. فربط البراق إنما هو إشارة إلى اتخاذ الأسباب وإن وجدت الخوارق. قال: فربطه بحلقة الباب ثم دخل بيت المقدس. أيضا هنا تساؤل قل من رأيته أجاب عليه أو طرحه في الأصل: هل بيت المقدس في ذلك الوقت كعصرنا مثل هلا هو المسجد؟ طبعا يا أيها الأحبة من باب البيان، الآن يعني أحداث إخوتنا في فلسطين تزيد أهمية هذا الموضوع. بيت المقدس أو المسجد الأقصى يا أيها الكرام ليس هو المسجد الذي له قبة مذهبة. معظم الصور التي ترينا المسجد الأقصى بتورجينا قبة مذهبة، قبة ذهبية. هذا المسجد هو مسجد قبة الصخرة، الصخرة التي عرج منها رسول الله إلى السماء، بنوا عليها مسجدا في عهد عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك أو قيل في عهده جعلت قبتها ذهبية. فهذا المسجد مسجد قبة الصخرة في نفس المكان لكن إلى الأمام. مساحة المسجد الأقصى مع توابعه كبيرة جدا في عصرنا، له ملحقات، من جملة ملحقاته قبة الصخرة، لكن الصور تركز عليها فيظن أكثر الناس أنه هذا المسجد الأقصى. لا، مو هذا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى إلى الأمام له قبة بناؤها عادي ليس مميزا كثيرا، فانظروا في الصورة حتى تتمعنوا وتروا. سؤالي الآن الذي قلت قل من طرحه أو أجاب عنه أصلا: هل كان المسجد الأقصى كهذا؟ الإجابة لا، لم يكن كهذا، وإنما بني المسجد الأقصى على هذه الحال أيضا في عهد الأمويين وجدد تجديدات كثيرة،
الآن الحال التي عليها لعله من أيام المماليك، الله تعالى أعلم. في أجزاء منه باقية من عهد الأمويين وأجزاء أخرى أضيفت في عهد المماليك ورمم. المهم فلم يكن المسجد الأقصى على هذه الحال. طيب هل كان هناك شيء؟ طبعا كان هناك شيء، كان هناك المسجد الذي بني من عهد سيدنا إبراهيم. الراجح في البناء أن الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد بنائه للكعبة بأربعين عاما، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه بني بعد الكعبة بأربعين عاما المسجد الأقصى، وأن الذي بناه الأول وسيدنا إبراهيم، لكن جدد أو تمم بناؤه في عهد سيدنا سليمان عليه السلام ابن سيدنا داود. وهذا الذي صنعه سليمان من ترميم المسجد الأقصى أو إنشائه مرة أخرى، لأن الذي بناه سيدنا إبراهيم قد هدم، هو الذي يجعل اليهود اليوم يقولون إيش؟ هيكل سليمان. تسمعوا الآن بقولوا لك نحفر تحت المسجد الأقصى مشان طالع هيكل سليمان. إيش يقصدون بهيكل سليمان؟ المسجد الأقصى. المسجد قدامهم هو بقول لك لا، أصلا هم لا يؤمنون بما نقوله نحن أصلا، وينكرون نبوة سيدنا رسول الله أصلا، تمام؟ فهم يكذبون أصلا بوجود المسجد الأقصى، وإنما يسمونه معبدا على تعبيرهم هم. هذا المعبد بتعبيرهم هو المسجد الأقصى نفسه الذي بناه سيدنا إبراهيم، ثم أعاده إذا كان قد خرب، أو رممه إن كان موجودا سيدنا سليمان، وهم الذين يزعمون أنه هيكل سليمان الآن. جميل. إذن هناك كان مكان للعبادة ليس على الهيئة التي نعهدها، وهو المسجد الأقصى. فدخله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إليه، قال اجتمع خلق كثير، قال فأقامني جبريل فجعلني أمامهم فصليت بهم إماما، فلما فرغت من صلاتي قال أتدري من صلى خلفك؟ قلت لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله تعالى. جمع الله تعالى له أرواحهم. أيضا بعض الناس يستشكل كيف صلى بهم الآن وسيراهم بعد قليل في رحلته في المعراج. الذي رآهم الآن هم الأنبياء بأنفسهم، يعني عادوا مرة أخرى إلى الحياة؟ لا، جمع الله له أرواحهم بهيئة أجساد فرآهم تماما. فقال صلى خلفك كل نبي ابتعثه الله تعالى. ولذلك تبارى الشعراء في هذه القضية، صلى إماما يقولون في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واختطب بعض الأنبياء، أي خطبوا خطبة يسيرة، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى. فخطب رسول الله في كلمات رواها البيهقي، هذا الذي أسوقه لكم ليس في الصحاح وإنما من رواية البيهقي وفيها شيء من ضعف، لكنه ضعف فيه يعني مجال للتحسين عند أهل الحديث. قال فقال الحمد لله الذي جعلني فاتحا خاتما وأرسل لي للناس كافة بشيرا ونذيرا. فقال سيدنا إبراهيم بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. فلما صلى بالأنبياء إماما أتي بالمعراج فصعد به، وقف على الصخرة التي تحتها أو فوقها بنيت قبة الصخرة، هذا المسجد كما قلت الذهبي، ذي القبة الذهبية، ذي القبة الذهبية. ومن هناك ركب المعراج. ما المعراج؟ لم يثبت في حديث صحيح قاطع صفة المعراج، لكن ورد ذلك في أحاديث في إسنادها ضعف، أنه سلم، درجة منه من ذهب ودرجة منه من فضة، فإذا وضع رجله على درجة من درجاته رقيت به ما شاء الله له أن يرقى. سبحان الله. هذا كما قلت صفة المعراج، وردت في بعض الأحاديث لكن في إسنادها ضعف. قال فرقي في المعراج بالمعراج إلى أن وصل إلى السماء الدنيا.
فلما وصل إلى السماء الدنيا ومعه سيدنا جبريل استفتح السماء، سيدنا جبريل نادى أن يفتح لها، يعني قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أسوق هذه الآية للبيان أن للسماء أبواب، هذه الأبواب لا أراها أنا وأنت، ككل شيء غيبه الله تعالى عن أبصارنا. طيب، قال فاستفتح جبريل فقيل له من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأحلى ولنعم المجيء جاء، ثم في رواية البخاري يستبشر به أهل السماء. مرحبا به وأحلى ولنعم المجيء جاء يستبشر به أهل السماء. أهل السماء يفرحون لمجيئه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كأن في هذه الكلمات إشارة إلى تعويض الله لرسوله عما سبق له من أذى، وبخاصة في الطائف. يستبشر به أهل السماء، إن لم يعرف قدره أهل الأرض فإن الله يسخر أهل السماء ليعرفوا قدره ومنزلته صلى الله عليه وسلم. قال فدخل السماء الدنيا فرأى هنالك آدم أمل أبا البشر عليه السلام فسلم عليه، وقد أوتي سيدنا آدم من الحسن والجمال الشيء الكثير، فسلم عليه فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال فينظر عن يمينه سيدنا آدم فيرى أسودة فيضحك ويبتسم، بيعجبها المنظر، ثم ينظر عن شماله فيرى أسودة فيبكي. الأسودة يعني خيالات، ظلال أشخاص. ينظر على اليمين يبتسم، ينظر على الشمال يبكي. فقال سيدنا رسول الله لجبريل ما هذا؟ إيش بوليشك إذا يفعل؟ فقال الذين عن يمينه هم نسم بنيه الذين يدخلون الجنة. نسم يعني أرواح، فإذا رآه مستبشر وفرح بهم. وعن شماله نسم بنيه الذين يدخلون النار، فإذا رآهم حزن وبكى، زعل عليهم. سبحان الله. قال ثم عرج به إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل له كما قيل في المرة الأولى. قال فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بابني الخالة، والحقيقة أنهما ابنا خالة لكن يعني بمرتبة أعلى، مو ابنا خالة مباشرين وإنما أعلى قليلا. قال فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. سيدنا آدم عبر مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه من ذريته. هؤلاء سيدنا يحيى وسيدنا عيسى في السماء الثانية مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وأنا قلت الأخ، عفوا، الأخ الصالح. قال ثم عرج به إلى السماء الثالثة فاستفتح فسلم، وقيل له فرأى فيها يوسف قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أتاه الله من الجمال الشيء العجيب، فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم رقى السماء الرابعة فاستفتح فرأى فيها إدريس، قال الله تعالى عن سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، السماء الرابعة، فسلم عليه وقال له كما قيل له قبل. ثم رقى إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران أخا سيدنا موسى عليه السلام. في رواية أخرجها الترمذي وغيره فرأيت فيها المحبب لقومه هارون بن عمران. سيدنا هارون عليه السلام أخو سيدنا موسى، قومه تحبه، سيدنا موسى كانوا يتضايقون منه. ليش؟ طبعا هم ضالون مضلون. سبب أن سيدنا موسى عليه السلام كان شديدا، وسيدنا موسى سيدنا هارون كان رفيقا. بعض الناس يا أيها الأحبة يستغرب أحيانا من بعض طلبة العلم أو الدعاة أو كذا أن يرى فيه شيئا من شدة،
وهذا لا يستغرب. كيف كان حال سيدنا موسى؟ سيدنا رسول الله وصف سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر فشبههما بنبيين من الأنبياء، تكلما مرة هذا على رقته وهذا على شدته، فقال: ما مثلك يا أبا بكر؟ إلا كمثل إبراهيم وكمثل عيسى في قصة المهم. وما مثلك يا عمر؟ إلا كمثل نوح وكمثل موسى، ذاك الأولان في رقتهما والثانيان في شدتهما، وكلا الحالتين هي في الله عز وجل. فلا تستغرب أن يكون بعض الدعاة فيه شدة أو حدة، هذا أمر طبيعي موجود في البشر، لكن أن تصل حدته إلى الفجور، إلى الانحراف عن طاعة الله، نقول لا، أنت أولى الناس باتباع الدين. لكن والله بجاوب بنبرة، إيه إذا جاوب نبرة لا لا مو شيخ، هذا كثير بسمع الكلام، مو شيخ دجال هذا، خلصنا. أما أنت من الأولياء، أنت من الأولياء، أنت لا تغضب، ولا يجوز للشيخ أن يغضب، ولم يرد في السنة أن سيدنا رسول الله غضب ولا الصحابة غضبوا، ما وجد هذا، بس الشيخ عم بغضب، لذلك دجال وأنت من أولياء الله. هذا منطق عجيب مقلوب رأسا على عقب، لا يقبل مثل هذا الكلام. أكرر، لكن إن خرجت الحدة والشدة بالشيخ أو بطالب العلم عن حد الدين والشرع يعاب عليه، نقول له لا يا أستاذنا أنت مقصر مخطئ. أما إن كان في حدة هذا أمر طبيعي موجود فطري في البشر، بعض الناس تكون ألطف من بعض، هذا أمر طبيعي أيضا. قال: فرأى فيها المحبب في قومه سيدنا هارون. قال: ثم عرج به إلى السماء السادسة، قال: فلقيت موسى بن عمران فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزته بكى، فقال سيدنا رسول الله: ما يبكيه؟ فسمعه يقول، سمع سيدنا موسى يقول: رجل جاء من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة الجنة. فهو زعلان على الشغل صار يبكي، سبحان الله، يدخل من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي، فحزن سيدنا موسى على هذا فبكى. قال: ثم رقي السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قال سيدنا آدم. وقال له كما أخرج الترمذي: يا بني إن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فأقرئهم مني السلام على سيدنا رسول الله وعلى سيدنا إبراهيم وعلى أنبياء الله الصلاة والتحية والسلام، فأقرئهم مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قيعان يعني أرض تحتاج إلى غراس، هذه القيعان. قال: وقال له أيضا كما أخرج الطبراني وغيره: يا بني إنك لاق ربك الليلة، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو أكثرها في أمتك فافعل. حاجتك، طلبك من الله، سؤالك له، أن تدعو لأمتك، أن تسأله أن يعافيهم كذا، فافعل. قال: ثم جزى الله سيدنا إبراهيم وجميع أنبياء الله عنا خير الجزاء. قال: ثم رفع إلى سدرة المنتهى التي وصفها الله تعالى عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق هو الثمر، ثمراته مثل قلال هجر. قال: إيش قلال؟ القلال جمع قلة، القلة هي الوعاء الكبير، وهجر كانت مدينة معروفة في الجزيرة ولا تزال موجودة في الجزيرة العربية، نعم، تصنع فيها القلال، الأوعية التي يطبخ فيها الطعام، كل وعاء يعني يحمله كذا شخص. فثمار شجرة سدرة المنتهى كل ثمرة قد قلال هجر، سبحان الله. قال: وإذا ورقها، ورق هذه الشجرة سدرة المنتهى، مثل آذان الفيلة، إذن الفيل المعروفة الكبيرة جداً،
قال ثم غشيها فراش من ذهب، الفراش اللي منشوفه لكنه من ذهب. قال ونور وألوان فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فراش عبطير عليها من ذهب وصارت تلمع تضيء وتبرق بألوان عجيبة مميزة، ما أحد يقول سيدنا رسول الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وصفها أمر زائد عن الطبع العادي، فلا يستطيع أحد وصف هذا الجمال. قال ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هو، قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قال ما البيت المعمور؟ قال عدد من أهل العلم البيت المعمور بيت يوجد لو نزل لنزل على الكعبة المشرفة في السماء السابعة. يحدثنا رسول الله عن وصفه هناك فقال ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك فإذا دخلوا لم يعودوا إليه إلى يوم القيامة. قال كيف يعني؟ يعني بدخلوا إليه كيف إذا الله واحد أكرمه وفتح له باب الكعبة فدخل فصلى في داخل الكعبة ركعتين؟ هم يدخلون إلى داخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا ما بلحقهم دور ليدخلوا مرة تانية إلى يوم القيامة في 70,000 جديد. وكم هذا عد أيام الدنيا إلى يوم القيامة حتى تعرف كم عددهم. قال الله تعالى عن الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحان الله. قال ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك الأزفر. المسك الأزفر يعني الذي له رائحة عجيبة جميلة جدا. قال ثم عرج به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. الأقلام قال أقلام، أقلام الملائكة التي تكتب أمر الله تعالى في خلقه، هذا إذن فوق السماء السابعة. قال ثم عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخررت لله ساجدا. تجلى الله تعالى عليه فخررت لله تعالى ساجدا فنودي يا محمد ارفع رأسك. فرفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنودي إني قد فرضت عليك 50 صلاة في اليوم والليلة. هذا في روايات المحدثين أجمعهم. في رواية للإمام مسلم وغيره قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، أي أن الله أنزلها عليه في ذلك المشهد العظيم لما تجلى الله تعالى عليه، أنزل عليه خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض إلى آخر السورة. قال وأعطي غفران من لم يشرك بالله شيئا من أمته أن يغفر الله له ما لم يغش المقحمات، يعني الكبائر، إذا ما وقع في الكبائر فالله يتجاوز عنه يوم القيامة إكراما لكونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أخرى وأعطي الصلوات، ذكرناها، وأعطي الصلوات ففرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. هل رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة العظيمة الطيبة المباركة؟ لأهل العلم قولان، رجح بعضهم أنه سمع الخطاب وتجلى عليه ربه بالأنوار ولم يره سبحانه وتعالى، وهذا قول عدد من الصحابة كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. والقول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما
وأبي هريرة وعدد كبير من أهل العلم الذين جاءوا من بعدهم. هذا نقله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ونصره وقواه أن رسول الله رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. على كل قول من قال لم يره ليس نقصا لا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني يرفع شيئا أو ينقص شيئا، ولكن كما قلت رجح كثير من أهل العلم بدءا من عدد من الصحابة كسيدنا ابن عباس وأبي هريرة وعدد كبير من أهل العلم الذين تأخروا بعدهم كالإمام النووي على رأسهم وهو من أكابر أهل العلم كما تعلمون، أنه رأى ربه سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. قال فلما نزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ربه وتجلى عليه نزل إلى السماوات لقي موسى عليه السلام فسلم عليه نازلا فقال يا محمد ما فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقد بلوت بني إسرائيل فلم يصبروا. في روايات لكن في إسنادها ضعف بلوتهم على 2 صلاة فلم يصبروا. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فخر ساجدا وقال ربي أسألك التخفيف عن أمتي. فوضع رب العزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته 10 صلوات. فلم يزل رسول الله بين سيدنا موسى وبين الموضع الذي تجلى فيه ربه سبحانه وتعالى عليه حتى نودي هن 50 وهن 50 قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. سبحان الله. فرجع رسول الله إلى سيدنا موسى بعد أن صارت الفرائض 5 فقال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف فقال قد استحييت من ربي. فنودي مرة أخرى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة كان في طريق عودته إذا به يلقى عيرا لقريش، وكان الوقت ظلمة في الليل. سبحان الله. قبل أن أسوق هذا أذكر لطيفة جميلة جدا حكاها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، فقال ذكر بعض الشيوخ حكمة لترداد رسول الله بين سيدنا موسى وبين ربه عز وجل، فقال إن موسى قد سأل الرؤية فمنع. قال الله تعالى عن سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول وقد لما سأل موسى ربه الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم قصد بتكرير رجوعه رؤيته ليرى من رأى، كما قيل لعلي أراهم أو أرى من رآهم، يخاف فوقع. رسول الله رأى عندهم ماء فكشف الغطاء وشرب من مائهم ثم تابع طريقه. فلما وصل إلى مكة دخل إلى بيته، فلما كان الصباح خرج فمضى في أزقة مكة ليلقاه اللعين الخبيث أبو جهل فسأله هل من شيء. كان أبو جهل أحيانا قد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ليحزأ به، عندك شيء جديد تأمرنا به تعلمنا إياه تقول أنه أنزل عليك؟ ما يقول هذا أبو جهل الخبيث إلا للهزء. فقال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي
من مكة إلى بيت المقدس؟ قال: وعدت في هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: أتحدث قومك إذا أرسلتهم إليك؟ قال: نعم. لم يخبره رسول الله برحلة المعراج، أخبره برحلة الإسراء. فقال: أتحدث قومك؟ قال: نعم. فأسرع أبو جهل فقال: يا قوم تعالوا إلى هذا الرجل، فإنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في هذه الليلة. فجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: نعم، أسري بي إلى بيت المقدس وعدت في هذه الليلة. قالوا: إنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت ذهبت في ليلة واحدة؟ قال: نعم. قالوا: فجله لنا. جله يعني صفه، فجله لنا. قال رسول الله: فكربت كربا لم أكرب مثله. رسول الله سافر إليه في الليل ودخله، يعني لحظات ما بين دخوله ووقوفه عند أبوابه، كيف سيحفظ شكله؟ قال: فكربت كربا لم أكرب مثله قط. قال: فجل الله تعالى لي بيت المقدس، يعني كشف الله له الحجب حتى رأى بيت المقدس بأم عينه، فجعلت أصفه لهم بابا بابا. فلما فرغت من الوصف قالوا: أما الصفة فقد أصاب بها، ولكننا لا نصدق بما جئت به. فبعضهم يضع يده على رأسه، وبعضهم يصفق، وبعضهم يصفر من التكذيب والرد القبيح، يقولون: ما تصنع بهذا؟ ويرجعون إلى أبي بكر فيقولون: بان كذب صاحبك اليوم، إنه يزعم أنه أرسل به إلى بيت المقدس وعاد في نفس اليوم. قال: أهو قال كذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن قال كذلك فقد صدق. لقب من بعدها رضي الله عنه بالصديق. قال: إنه يخبرنا بأعظم من هذا، إنه يخبرنا بالوحي يأتيه من السماء، هذا أعظم من ذهابه إلى بيت المقدس ورجوعه. فلقب الصديق بالصديق رضي الله تعالى عنها من يومها. هذه رحلة الإسراء والمعراج كانت إلى ذاك المكان الطاهر، فنسأل الله في هذه الجلسة المباركة وإكراما لمن أسرى به ربه إلى ذلك المكان الطاهر، أن يفرج عن إخوتنا في الأقصى وفلسطين، ويفرج عنا وعن جميع المسلمين، إنه سميع الدعاء. والحمد لله تعالى رب العالمين.